السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. اتعطلت مننا السيارة على الطريق، توقفت فجأة، وعايزك تركز. أول ما يحصل معاك عطل أو مشكلة على الطريق تهدى الأول وتفكر مضبوط وتمشي بالخطوات اللي شفناها مع بعض قبل كده على القناة، إزاي تصلح أو تشغل السيارة المتوقفة تماما لما تعطل منك أو يحصل خلل على الطريق. ما تقلقش، ركز في الخطوات ويلا بينا نشوف مع بعض هل السيارة هتشتغل معانا والأمور هتمشي تمام أم لا. عايزك تركز معايا في الخطوات كويس جدا، مش هشغل السيارة ولا أعمل اختبار دلوقتي عشان البطارية ما تخلصي وتحصل مشكلة معايا. عشان المحرك يشتغل محتاج هواء، وقود شرارة اشتعال، بطارية قوية. كنا ماشيين بالسيارة على الطريق فالبطارية مشحونة وكله تمام، الهواء مفيش منه مشكلة، الوقود لازم قبل ما ندور هنشوف هل في وقود هيخرج من السيارة ولا لا، شرارة الاشتعال هنشوفها مع بعض بس عشان ما ندورش السيارة كتير والبطارية تفضى. هندور على أي إزازة أو قارورة مية موجودة سواء في كيس النفايات أو عندك في السيارة. هنلاقي هنا أدي قارورة مية اهي صغيرة، مش عارفين الهوز بتاع الوقود هيدخل فيها أم لا. هنيجي على الهوز بتاع الوقود، طبعا هتلاقي هنا حسب نوع سيارتك هتلاقي هنا فيه زي جزء كده هتضغط عليه عشان تخرج الهوز للخارج. طبعا قوي شوية هياخد منك شوية ضغط بقوة. سامحونا ان الستاند بتاع الموبايل مش موجود، مش عارفين نصور مضبوط. الحمد لله الهوز سقط معايا اهو داخل الازازة او القارورة، عشان نروح نعمل الخطوات ونجرب مع بعض ونشوف هل في وقود هيجي هنا ام لا. وهنيجي ندور عشان تبقى مرة واحدة عيني على المؤشر بتاع الار بي ام. المفروض لما اجي ادور لو شرارة الاشتعال موجودة هيرتفع معايا العداد ل 250 تقريبا، اقل من نص بشوية. هنبدأ ندور. ارتفع معايا عدد اللفات ل 250، يبقى شرارة الاشتعال موجود. السيارة مش عايزة تدور معايا. طبعا ما ادورش كتير عشان البطارية ما تفضاش، وهروح اشوف في بنزين في الازازة ام لا. للأسف مفيش اي وقود في ازازة المية، يبقى المشكلة عندي في مضخة الوقود. عشان هتأكد اعمل ايه، هروح دلوقتي اشغل وانا حاطط اللمبة على المضخة كده. خلاص هقفل الهوز ده، ما عنديش فيه اي مشكلة. اتأكد ان انا وصلته كويس. بعد كده هنروح نشوف المضخة الموجودة معانا. معانا مضخة قديمة، المضخة ديت مش بتاعت السيارة، ومهم تكون المضخة الاحتياطية زي مضخة السيارة عشان ما تتعبش في التعديل. مضخة موجودة معانا، وكنا عاملين حلقة عن الأشياء اللي تبقى موجودة معاك في السيارة عشان لا قدر الله لو حصلت مشكلة على الطريق هنحتاج المطرقة دي عشان نفك البامب. هنا معلش شنطة السيارة متبهدلة شوية. ادي المضخة. فيها هوز اهوت، وهحتاج هوز كمان احتياطي، وافزان موجودة هنا الافزان. هحتاج ايه كمان؟ الفلتر. نشوف هل الفلتر ده هيدخل في المضخة ولا لا.
هيدخل يبقى كده تمام. عايزين ايه كمان؟ عايزين لمبة عشان نشوف هل في كهرباء واصلة للمضخة ولا لا قبل ما نغير ونعمل مشكلة او نعمل الاختبارات الخاصة بينا. الاول نختبر ونشوف هل في كهرباء واصلة للمضخة ام لا. هنبدأ ندور كده ونشوف. هندور وعينينا على اللمبة. كده تمام، اتأكدنا ان الكابلات بتاعت مضخة الوقود سليمة والكهرباء واصلة للمضخة. هنبدأ بقى في تركيب المضخة. وسامحونا عشان المضخة مش هي الخاصة بالسيارة، يعني لازم نعمل تعديل، فهنعمل تعديل لان مفيش كمان استاند نثبت عليه الموبايل، ونوري لحضراتكم كل شيء بالتفصيل. فهنركب دلوقتي عشان نحل الأزمة دي، ولما نرجع ان شاء الله نفك اللي احنا ركبناه ونشوفه مع بعض، ونشوف عدلنا ازاي وركبنا مضخة الوقود البديلة الخاصة بسيارة تانية ازاي. اتفكت معايا اهي الصامولة البلاستيكية، ادي اول جزء. بعد كده هلاقي حاجة مهمة جدا، الجوان ده او الرابر البلاستيكي ده. وده احد اسباب ريحة الوقود اللي بتبقى موجودة داخل السيارة، واللي مهم جدا ان انا اختبره واشوفه هل في جزء مكسور او في تانية او خلل او متآكل. لو لقيته فيه مشكلة او خلل يبقى اغيره، وهتروح المشكلة بتاعت تسرب رائحة الوقود داخل السيارة. وعايزك تركز بقى في شكل المضخة والتركات اللي فيها اللي هنشوفها بالتفصيل مع بعض، وازاي توفق اي مضخة وقود على اي سيارة. اهي خرجت معايا مضخة الوقود. في البداية هنروح مع بعض نشوف المضخة اللي احنا غيرناها. دي المضخة اللي تم تركيبها، هنشوف ازاي ركبناها، وبعد كده نروح نركب المضخة الجديدة اللي لقيناها في حدود $20 وميد ان جابان، يعني ماركة كويسة هتعيش معانا. عملنا المثبت، هنبدأ بالعكس. اخر حاجة عملناها هي المثبت، ان انا اثبت المضخة لان ملهاش تجويف. بعد كده هنروح نشوف طبعا المضخة الاصلية ازاي كانت راكبة. عملنا الثقب ده وثبتنا فيه المضخ. عن طريق السلكة دي ثبتنا المضخة القديمة اللي كانت موجودة عندنا عشان نمشي بيها الأمور عبل ما ندور على المضخة بتاعت السيارة، وده الفلتر الخاص بيها. ايه اللي احنا عملناه وايه التوصيلات دي كلها هقولها لحضراتكم بالتفصيل. دي الفيشة بتاعت المضخة، هعمل كده عشان افكها. طبعا التصميم مختلف تماما زي ما هنشوف المضخة الاصلية ازاي بتركب هي والفلتر. بعد كده عملنا الافيز الصغير ده، هنبدأ نفكه. بعد كده هنشيل المضخة، هذه المضخة اللي احنا ركبناها، وهنشيل الوصلة دي اللي هقول لحضراتكم على التركاية اللي فيها ازاي بالوصلة دي قدرنا نحل كل المشكلة. طبعا الوصلة وصلة بالهوز ده، وطبعا كان لازم
نوصلها بشكل جيد اهي اتفكت. هنشوف مع بعض ايه اللي احنا عملناه. المضخة الاصلية بتاعت السيارة ادي المضخة. دي المضخة القديمة او المحروقة. والتركاية الكبيرة اللي في تركيب المضخات هنلاقي فيه ربر في الداخل اهو. الربر ده سبب مشاكل لناس كتيرة جدا، منها احد الاصدقاء السيارة توقفت بيه في الطريق وغير اكتر من ترومبة ولكن ما غيرش الربر او المطاط ده. المطاط ده طبعا معالج ما بيتأثرش بالوقود، فهتلاقيه جيد وهنشوف مع بعض ازاي هنركبه. المضخة التالفة او القديمة كانت راكبة بالشكل ده كده، ده مكانها، وهنا ده الفيش بتاعها بتركب في المكان مفيش اي مشاكل. شلناها وكان الجزء ده متوصل بايه؟ ازاي المضخة بتاخد الوقود؟ لو حطينا المضخة كده مكانها، الوقود بيدخل من هنا وبيبدأ يوصل لي عن طريق الهوز ده، يعني الهوز ده هو اللي بياخد من المضخة اللي هو معادل للهوز ده. عشان كده احنا لغينا الجزء ده بالكامل بمضخته، وخدنا اللي او الهوز ده من هنا فكناه. طبعا بيبقى مكبوس او داخل كبس زي ما حضراتكم شايفين كده، صعب خروجه وكان واصل بالشكل ده كده. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا فكينا الهوز من هنا، لا هنعمل وصلة صغيرة او قطعة رابر صغيرة نربطها عشان لا قدر الله في اي وقت حبينا نرجع البامب او المضخة اللي موجودة معانا دي، لو حصل عطل على الطريق او غيره تخليها معاك في السيارة، ترجعها او تحطها مكان الترومبة دي في حال حدث اي عطل. هنجيب قطعة الرابر دي او الوصلة دي، ومهم جدا ان تكون النوعية ما بتتفاعلش مع الوقود، وهبدأ أوصلها بالشكل ده كده. وصلت كده الوصلة اهي، وهبدأ أعدي الأفيس ده ونبدأ نوصل الجزء الخاص بالبمب أو بمضخة الوقود. وهنا الأفيس التاني. كده اتأكدت من التوصيل الجيد، هبدأ بعد كده اركب البامب او المضخة الجديدة. هلاقي المضخة الجديدة اليابانية بالشكل ده كده، معاها الفلتر، وادي المضخة. نفس المقاس طبعا ونفس المواصفات. نيجي بقى للتركاية المهمة جدا. مع المضخة بتلاقي في وصلة زي دي كده، الوصلة دي اللي بيركب عليها الربر او المطاط اللي بيمنع تسريب الوقود. هيتركب بالشكل ده كده، ونبدأ نركب المضخة في مكانها عشان نضمن ان الربر ده موجود بين الجزء او التجويف ده او مجرى السريان بتاع الوقود وبين التجويف الداخلي ده. ونبدأ نركب البامب. طبعا مش هتركب معايا بسهولة، لازم ان انا اضغط عشان الربر، وبعد كده اشيل الغطاء ده. ده غطاء امان عشان يحجز اي اتربة او غبار ان هو يدخل داخل المضخة. وبعد كده هبدأ في تركيب الفلتر. هلاقي الفلتر بيتركب له 3 افزان اهم، هبدأ في تركيبه بالشكل ده كده. عندي الجزء ده بيركب هنا، التجويف الصغير ده بيركب هنا، والتجويف الكبير هنا اللي هو مدخل الوقود بيركب بالشكل ده كده. يبقى ده الاتجاه بتاع فلتر الوقود اهو. طبعا اضغط هنا كده بقوة عشان يسقط معايا. هنشوف كده المضختين نفس المقاس، يبقى ممكن يكون الفلتر ده مش بتاعها. هنحاول كده، للأسف الفلتر ده مش هو الخاص بالمضخة، البائع وضع فلتر آخر مع المضخة. هنلاحظ حتى ان الثقوب مش قصاد بعضها ولا الفتحات او المشابيات دي،
اللي هي الخاصة بتثبيت الفلتر. هنعمل ايه؟ هنعمل فكرة بسيطة. هنجيب الفلتر ده نشيله من هنا كده بالراحة طبعا عشان ما يتكسرش. خرج معايا. هنشيل دي خالص ونجيب الوصلة القديمة بتاعت المضخة القديمة. ادي الوصلة القديمة هنبدأ نركبها عشان نحجز بيها المضخة. اهي هنلاقيها ركبت معايا اهي. اهي بدون اي مشاكل. والجزء ده او التجويف ده سقط معايا اهو في مكانه. يبقى فعلا ما كانتش هي الخاصة بالمضخة. هنلاحظ حتى ان الجزء ده مختلف او في جزء اخر معاها. هنشوف كده الفلتر هل هيركب الفلتر الجديد. ان شاء الله يركب مفيش اي مشاكل. ركب الفلتر اهو في مكانه ومفيش فيه اي مشاكل. هنبدأ بقى نركب المضخة في مكانها. ادي اتجاه التركيب. هنا مشقبية هتركب كده. والمشقبية التانية بعد ما رتب الهوز او اللي ده هتركب كده. يبقى ثبتت المضخة في مكانها. هاجي على اللي ده. وابدأ اعديه بالشكل ده كده. المفروض ان انا ابدأ امشيه في المجرى ده كده اهو. وبعد كده ركب معايا. يبقى كده بكل سهولة قدرت ان انا اعدل او اركب مضخة كانت موجودة عندي عشان امشي بيها بالسيارة. وفي نفس الوقت لقيت المضخة دي غالية. انتظرت لما اجيب مضخة افضل منها واخلي معايا المضخة والكابل ده بعد ما اعزله كويس افضل من كده اخليه معايا في السيارة. لا قدر الله اي مشكلة حصلت او اي شيء حصل في المضخة بتاعت الوقود اقدر بكل سهولة ان انا اتحرك افك المضخة واركب دي مؤقتا لحد ما اوصل للمكان اللي انا عايزه. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم.